في انتظار الصافرة. وبالفعل انطلقت اللقاء بصافرة الحكم لوفاكسي وفتش لقاء الاتحاد والأهلي طرابلس. الأهلي طرابلس يدخل بتشكيلة لحراسة المرمى: محمد مشنوش، محمد المنير، علي معتوق، أحمد التربي، محمود عكاشة، بدر حسن، أيوب عياد. إلى الورفلي يلعب كرة عالية تمشي الآن كرة لمصلحة فريق الاتحاد. هجمة سريعة، تسديد، وأول أهداف، أول أهداف فريق الاتحاد، أول أهداف فريق الاتحاد يفعلها فريق الاتحاد ويجيب الجول الأول. عادي عقب يشوفوا كيف توغل، كيف سدد بالرجل اليمنى، عانقت شباك الحارس. يتابع القمة الكروية والأهداف أكيد حاضرة وحاضرة اليوم، يعني شفنا هدف سريع من معاذ عيسى، هي اللي ينتظرها الجمهور الرياضي الليبي العاشق والمتيم بحب كرة القدم. وهذه كرة أهلوية تلعب، الكرة وخطيرة، وخطيرة كانت لفريق الأهلي. شوفوا لعب الكرة من محمد ترهوني، سددها برناح اللي حتخصصها للمؤسسة الإعلامية الرائعة، ودائما هي كما أشرت التوأمة مع قناة ليبا الرياضية. تعود الآن كرة أهلوية في اتجاه معتوق، لعب كرة خطيرة، ممكن 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 خاصة اليانيس بشكل طيب. أهلوية الكرة، خذوا هات مع بدر حسن، لاعب تميز يفتح اللعب بشكل طيب. تمشي لأيوب عياد، تمشي لأيوب عياد، لاعب كرة خطيرة، ممكن هي ممكن، ولكن ضاع جديد. لاعب كرة الأمام باتجاه معاذ، يلعب كرة خطيرة، هي هي بالفعل، هي هي بالمعاذ، يسجلها ربيع شادي، ربيع شادي يجيب جول ثاني لفريق الاتحاد. نشوفوا اللقطة أكيد حتشوفوا الإعادة، فرحة اللاعبي الجهاز الفني بقيادة الأحمدي. وهذه كرة معاذ، مرة الكرة وجدت بكل براءة، محمد بقي يسدد، ولكن تعود لازالت لأيوب عياد، يفتح اللعب بشكل طيب في اتجاه شرارة خطير، يراوغ بشكل حلو، تمشي خطيرة أهلوية، هي 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 لا هي لا هي لا، ضاعت ضاعت. الأردني محمد شرارة كان يجيب هدف تبديل الفارق، شوفوا كيف مر، شوفوا كيف استاهل لعب الكرة، ولكن الدفاع لمست بدفاع فريق تلعب كرة مباشرة خطيرة، ولكن مرت مرت من لتصل لمصلحة فريق الأهلي. تمشي الآن لمعتوق، ترجع من جديد شرارة إلى معتوق، خطيرة الآن لمصلحة فريق الأهلي اللي يبحث عن هدف تبديل الفارق قبل انتهاء الشوط الأول. لعب كرة أمام، ولكن لكن المتابعة الدفاعية ترجع إلى معاذ، معاذ يرسلها الأمام من خلال مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد. شفنا وتابعنا شوط أول، بداية قوية كانت لفريق الاتحاد وجاب جولين، وهذه الآن بداية لمصلحة فريق الأهلي، تسديد، ولكن التسديد خارج أرضية الملعب. مدرب فريق الاتحاد جدرا المهذبي طلال فرحات، أنجما ربيع شادي، عبد العادي العباسي، الهرام ومعاذ عيسى والنبي لمحمود عكاشة، يلعب كرة الأمام في اتجاه سلته بالراس خطيرة، ممكن يصلح الطار، ولكن مرت. حتى الآن ندخل 22 دقيقة، الاتحاد يتقدم 2-0، خطيرة هذه الكرة، يعني طلع في وقت مش وقت، قال خاصة لله، ولعب الكرة ممكن ممكن هي ممكن هي جول جول بالفعل، هدف 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 تبديل الفارق، هدف تبديل الفارق لمصلحة فريق الأهلي، يجيب جول تبديل الفارق، يسجل أول أهداف فريق الأهلي بخطا دفاعي شفناه واكيد حتتابعوه. الاهلي يتمكن من هدف الاول من حراس اول اهدافه في شباك الحارس معاذ اللافي. اذا يعود الاهلي بهدف تبديل الفارق في هذه الكره مع فرحه الرفاق نشنوش، رفاق نشنوش في هذه الكره، اذا رفاق نشنوش في هذه الكره، اذا يبدو هناك سيكون استبدال مكني. هذه الكره شوفوا بذكاء لعب الكره عرضيه تصل إلى شرارة، شرارة في مواجهة اللافي جابها بالشباك، يعني تمريرة ذكية من صالح الطاهر والعرضية اللي كانت من المنير، شوفوا شرارة أودعها شباك الحارس اللافي. هذه الكرة الأخيرة والإعادة من جديد تصل إلى خاصة شرارة، يلعب كرة لمحمد الفقيه، الفقيه يلعب كرة أمام في اتجاه شرارة، شرارة يسدد، واو خطيرة 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 كرة محمد دابوس بالجول الثاني وجول التعادل، ويحفز اللاعبين
اللي مرت سلامات على شباك فريق الاتحاد. شوفوا شوفوا كيف مرت خطيرة هذه. محمد بوزريك شرارة، محمد بوزريك شرارة كان يجيب الجول الثاني وجول التعادل يا صالح. والمتابعة الدفاعية، المتابعة من طلال فرحات، لا وجود لمخالفة تمشي لها الكرة. ما زالت صلاح طاهر على طريق شرارة، شرارة يلعب كرة عرضية خطيرة ممكن، ولكن الدفاع الدفاع باتجاه المهاجمين، ولكن تعود تعود لمصلحة فريق الاتحاد. أهلاوية الآن على طريق نور الدين قليب، نور الدين تعود للدفاع ويبعد الأمام، يرسل الأمام مع الوحيد متواجد أنس المصري. والأهلي الآن مسيطر على وسط الملعب، الأهلي أفضل، الأهلي يبحث عن الثاني، يلعب كورته باتجاه شرارة، شرارة ما زال يتحصل على الكورة، شرارة مع الكورة خطير، شرارة يلعب كورة عرضية في اتجاه صالح الطاهر بالراس خطيرة، ممكن لفريق الأهلي، ممكن لفريق الأهلي، ولكن تبنت لتصل إلى كارا، كارا والخليل، ولكن لا زالت أهلاوية، ما زالت نور الدين قليب يلعب كورة خطيرة، كورة نور الدين قليب تمشي خارج الملعب، خطيرة أكيد لفريق الأهلي، خطيرة لفريق الأهلي لتصبح أهلاوية. تصل من جديد، لعب كرة عرضية خطيرة باتجاه الوسط المهاجمين، خطيرة خطيرة من أحمد التربي، كان يجيبها التربي، كان يجيبها التربي، خطيرة أهلاوية، لكن معاذ كان في الموعد، كان في الزاوية معاذ، يعني الوقت ملعبها التربي وجدت المتابعة، شوفوا وجدت المتابعة الزاوية مسكرها، يعني تركيزها اليوم عالي كبير لمعاذ اللافي اللي ركز تركيز كبير في كرة فرحات، ويؤكد بعدها. وبذلك مشاهدينا الكرام، حكم اللقاء، حكم اللقاء وقاضي اللقاء يفاجئ مفاجاه، يأتي على انتهاء اللقاء، لقاء فريق الاتحاد والاهلي طرابلس بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، واحرز البطوله رقم 18. الف الف مبروك لفريق الاتحاد، الف الف مبروك لجماهير الاتحاد في كل مكان، للجماهير العزيزه، اذا الاتحاد يتقدم على فريق الاهلي بهدفين مقابل هدف، مرحبا يا غوطه. الجمهور اللاعبين فريق الاتحاد والجماهير.